حين يرتدي عدوك ملابس غير ملابسك ويحمل سلاحا غير سلاحك، عندها تكون الرؤية أوضح والعزيمة أشد. مولاي، هذه النبرة لا تشد عزم المحاربين. افتح قلب أي جندي من جنودك، ستجد الإحساس بالخيبة مرسوما عليه. فالكل يعرف أننا ذاهبون لقتال الأخوة، ولكن تعودهم على النصر سيجعلهم ينتصرون. إنها حرب سيمضغها التاريخ بلعاب القهر. لسنا كارهين لأبناء السلطان المعظم بايزيد، ولكننا أيضا حريصون على بقاء الدولة العلية. أجل، وهذا ما يشعر خيولنا أننا خفاف على سروجها. سيدي القائد، ادخل اقترب اقترب، اجلس. ما وراءك؟ قد دب الملل في صفوف جنودنا يا سيدي القائد. لم تصدر أوامر مولاي إسماعيل بأن نشارك الأمير أحمد معركته أم لا؟ وأنت تعرف ذلك، عليك أن توضح الأمر لهم. أعلم يا مولاي، ولكني أخشى أن يثار الشغب بينهم. حينها سنكون في موقف لا نحسد عليه. حسن، أبلغهم أن هناك مكافأة لمن يحفر أعمق حفرة في هذه الصحراء. عندها ستتبدد طاقتهم ويتوسلون النوم. أمرك يا مولاي، سأبلغهم. أبلغهم. أبلغوا. متى سنصل أيها الربان؟ غدا الصباح بإذن الله يا مولاي، كانت تبليغ مواتي. إن بقاءنا هنا غير مجد يا أبا النسر. أرى أن نلتحق بالمعسكر المعد لتدريب الرجال حتى يتألف شبابنا مع بعضهم البعض، ويعرفوا أن لهم حق الدفاع عن الأرض والعرض. وأنا معك متى أردت ذلك يا أبا رافع، ولكن بعض الأخبار التي تريدنا مع المسافرين تقول إن الدولة العثمانية على وشك الانهيار، وإن الخيانات كثرت في العائلة الكبيرة. يا أبا النسر، السلطان سليم رجل ذكي، لا نشك بأنه سيتدبر أمر الدولة بحنكة، سيما وأنه تسلم مقاليد حكمه للدولة
بطريقة سهلة تعتمد الحوار، ولم ترق قطرة دم واحدة. ولكنهم يقولون إنه قد سمم والده بعد فترة. يا أبا النصر، الأعداء دائما يبحثون في الماء الآسن، وكما تعرف أن نصف كسب المعارك الكلام. فأتمنى يا أبا النصر أن تعد رجالك للرحيل. كما تشاء أيها الأمير. هيا يا رجال، هيا. أمه، أمه، هل بعثت في طلبي؟ يبدو أنه لا يذكرك بصوت السماء، صراخ طفل أو عويل ثكلة. أمي، الدنيا التي نعيشها هي دنيا واحدة وليست دنا. إن لم تمسكيها بكفك أمسكها غيرك. الله موزع الأرزاق يا ولدي. أنا لست في سوق خضار، أنا رجل دولة، رجل سياسة، أنا الشاهنشاه. آسف لارتفاع صوتي يا أمي، لكنها معركة بقاء يا أمي. ولكن لا أحد من العثمانيين على باب دارك. أنت تظنين أن الحرب تبدأ من لحظة صهيل الخيول؟ الحرب تبدأ والرؤوس على الوسائد، إنه ابتلاع مدن، أراضٍ، طرق سالكة للتجارة وطرق للحرب. اعذريني يا أمي، اعذريني، وأتمنى ألا تقصي جناحي. أنت من منحتيني الدماء ليكبر نسرك ويبتلع كل الحمائم. أنا لا أستطيع أن أخلع هذا الثوب، لا أستطيع خيانتك. فهمتيني يا أمي؟ اللهم غفرانك. مولاتي، ما وراءك؟ مولاي ولي العهد في الطريق إليك. الأمير سليمان، أقولك سيد المعارض أنني أستطيع مقابلة هذه الأيام، هيا اذهب بسرعة. أمرك يا سيدي، أمرك. ولدي الأمير سليمان. السلطانة أمي الحبيبة. كيف حالك؟ كم قلقت عليك. لا داعي للقلق يا أمي، لن ينال مني هؤلاء الأذناب. أذناب من هم؟ من كان له مصلحة بقتل جدي يا أمي، مؤكد أنه سوف يضعني هدفا له. أستأذنك. سيضعك هدفا؟ هل توصل رجال الأمن لمعرفة القاتل؟ لم أسمع خبرا يفيد بذلك.
سأكون لهم بالمرصاد يا أمي، اطمئني. لحين عودة السلطان أكون قد تخلصت منهم. حاجب الصدر الأعظم يا مولاتي. فليدخل. ما وراءك؟ لقد وصل الأمير سليمان. الصدر الأعظم يوصيكي بألا تغادري جناحك وأن تكوني حذرة. انصرف. سليم، ترك في القصر من هو ألعن منه. وما الذي ستفعله؟ والدليل قد ضاع وما حصل حصل. علينا أن نبحث في اختفاء نادر يا أمي، فهو الوحيد الذي يعرف الحقيقة. وأين تجده؟ ومن هم الخونة؟ لا أعرف يا أمي، ولكن لابد أن أستمر في البحث. سوف أتحدث إلى مشرف التسوق. وما نفع شخص مثل هذا؟ إنه الشخص الوحيد المسؤول عن التسوق في هذا المكان، ومن المؤكد أنه يعرف أين يباع السم ومن يشتريه. أمرك عجيب. أخرجوا إلي هذا العربي المتهور. أنت تعال إلى هنا. اخلع هذا الخاتم. هاته. هذه ليست فعلة كبير. وسرقة الجياد ليست من أفعال قطاع الطرق. أعدك بأنني سأستعيده يوما ما. تعدني؟ وأنا أعدك أن أبعث بهذا الخاتم إلى أبيك الأمير مزعل. تقولون إن العربي لا ينام على ضيم. عليك أن تستعد لقتال ومبارزة بالسيف حتى الموت. إن اقترب أحد سيقتل قائدكم. لا يقترب أحد، ابتعدوا. اطلب منهم أن يضعوا أسلحتهم وأن لا أحد يتبعهم. ضعوا الأسلحة، ضعوا الأسلحة. ابتعدوا. تقدم، تقدموا إلى الأمام. قلت تقدم، تقدم. هيا أيها القائد العظيم، نرى الآن من هو القائد. نصف موت الرجال ليس بالقتل بل بالخوف من القتل. أتعلم ما الفرق بين السلطان وحاشيته؟ السلطان البطل يبتلع أسراره دون أن يرتجف، أما العامة الحاشية فأسرارهم على ألسنتهم لا بل على أبدانهم المرتعشة. اهدأ يا رجل، اهدأ. لو سألك ذلك الأمير الصغير قل له نحن لا نتعامل بالسموم
وليسألني أنا. مولاتي، ومن ضمن لي حياتي؟ تحسس بدنك أيها الخادم، هل أنت حي أم ميت؟ في اللحظة التي تبدأ بها في الشك أنت ميت. ميت؟ أجل، ميت أمر من بحر مرمرة. ميت؟ انصرف انصرف. ميت. كيف يجرك إلى مبارزة يا ميرزا خان ويجرحك بهذا الشكل؟ لقد استفزني بهيجه، لم يكن مجرد سجين، وكأني به خصم ألتقيه في ميدان قتال. لو علم مولانا المعظم بهذا الأمر لاقتص منا نحن الاثنين. أدعو الله ألا يعلم. وماذا ستقول له إن سألك عن هذا الجرح؟ سأقول إنها إصابة تدريب. وأين متعلقات إخوة خولة التي أوصى بها مولانا الشاه؟ أحتفظ بها أيها القائد. إذن ابعث إلى الأمير مزعل وقل له: يا خادم السلطان العثماني، أبعث إليك بخاتم ولدك رافع وبحرز ولدك، ما اسم ولده الثاني؟ سالم أيها القائد. وبحرز ولدك سالم وبعضا من متعلقات خولة، وستنضم أنت أيضا إليهم إن بقيت إلى صف سليم. أرجو أن تصله هذه الرسالة وبسرعة. اطمئن أيها القائد. سمو الأمير، أين المشرف الذي أرسلت في طلبه؟ أصيب بحمى وأرسلناه إلى مسكنه. أين مسكنه؟ أرشدني إليه. اسمعني جيدا، أبلغ الأمير أحمد أن سليم يتقدم إليه بجيش قوامه 40,000 رجل. وإن عرض عليه السلم فإنه يخدعه، وعليه أن يرفض وليحذر وليتدبر أمره. توقف! هل رأيت رجلا مسنا؟ كلا يا سيدي. هذا شاب يا سيدي، وصف كبير الشرطة أن إدريس كهل وقد تجاوز 70 من عمره. هل تريدون مساعدتي؟ إن وجدته لك مكافأة من إسماعيل الأعظم. سأمسكه من رقبته إن وجدته. الدنيا كالليل والنهار، ظلام ونور،
أهلك شجعان يا ولدي، نساء وأطفال وقفوا صامدين أمام العدو. يستغلون غياب الرجال ويهاجمون الأطفال والنساء. كم هم جبناء. إذن هو الذي جاء به إلى هنا. أنا بريء يا سيدي. أنت تعرف إذا ما كشف تورط أي كان بمقتل السلطان الأعظم، ماذا يحدث له وماذا يحدث لأهله، أليس كذلك؟ أنا يا سيدي أعمل بحدود واجبي، لا دخل لي بالأمر. والله إني لا أسرق وأخاف الله. لم ألقي عليك التهمة يا مشرف التسوق، ولكن إذا ما تبين أن أحدا داخل القصر قد طلب منك أن تجلب له سما، تكون شريكا في الجريمة. وأيا كان هذا الشخص، من السيادة العليا أو من ما هم دونها. إن هذا بعيد كل البعد عن عملي. نحن نتفنن بالتسوق والأكل والمشرب، لا نجلب أشياء ملوثة ومدونة أسماء من نشتري منهم. اترك أمر التدوين هذا واعمل مع عقلك. أريدك أن تذهب وتستفسر لي أنت من يبيع السم وكيف يجلب. أمر مولاي، لم أسمع بحياتي أن أحدا يبيع سما. صرف. إن كان له يد في الجريمة فأنت تنبهه إلى ذلك وسوف يأخذ حذره. بل سوف يقلق أيتها السلطانة، وبقلقه هذا سوف يضطر لأن يتشاور مع من ورطه بالأمر. إذن الأمر يحتاج إلى مراقبة. وأنا من سيراقب أيتها السلطانة. ما شاء الله. ما شاء الله، حماسهم شديد. الآن قضيتهم شديدة الخطورة. كان لهم أجداد فتحوا نصف هذا الكون، والآن هم قبائل متفرقة لا تستطيع حماية نفسها من غزو الصفويين لهم. أتمنى أن أراهم آلافاً يا أبا رافع. وهذا ما سنعمل به. سنشد العزم لزيارة القبائل العربية وتوحيد صفوفهم من أجل أن يكون لهم جيش واحد قادر على استرداد حقوقه. عين الصواب يا أبا رافع. بالخارج يحمل أخبارا مهمة. ليدخل. انصرف أنت. أمر مولاي. السلام عليكم مولاي ولي العهد. وعليكم السلام، ماذا لديك؟ سيدي، وبينما كنت أسير في الغابة حسب الأوامر بمتابعة من يشك في أمره، شاهدت شخصا يدخل كوخ خرب تمعنت فيه جيدا، وإذا هو الصدر الأعظم مصطفى باشا. اسمعني جيدا، أبلغ الأمير أحمد أن السجين يتقدم إليه بجيش قوامه 40,000 رجل، وإن عرض عليه السجن
فإنه يخدعه وعليه أن يرفض وليحذر وليتدبر أمره. وماذا بعد؟ كان قد التقى بجاسوس من طرف الأمير أحمد وأبلغه أن السلطان سليم قادم إليه بجيش لا طاقة له به، قوامه 40,000 مقاتل، وإن أراد السلم فإنه يخدعه ويريد قتله، فاحذر. أمتأكد أنت؟ هذا ما سمعت. وكيف نثبت هذا؟ مولاي، إني أعرف مدخلا سريا لمكتبي، دعني أقابله واستمع وأنت في مخبأ. هيا بنا. هيا. سيدي، هناك شخص ما يريد مقابلتك. فليدخل. تفضل. من أنت؟ خادمكم مراد يا مولاي. ماذا تريد يا مراد؟ أريد أن أخبرك بأمر. أي أمر؟ أنني أعرف الرسالة التي أرسلتها للأمير أحمد على يد الجاسوس. أية رسالة؟ أتريد أن أعيدها على مسامعك؟ اسكت، لا أريد أن أسمع شيئا. قل كم تريد؟ أنت كريم يا مولاي وأنا أستحق. خذ. على أن لا تتفوه بكلمة مما تعرف. شكرا لك يا مولاي. مصطفى باشا. مولاي، أنت مقبوض عليك بتهمة الخيانة العظمى أيها الصدر الأعظم. هاتوه. مولاي السلطان سليم، ما بك يا مولاي؟ كابوس يا أغلو، كابوس. أخشى أن يرافقني طويلا. من يصنع الأحلام للآخرين لا ترافقه الكوابيس يا مولاي. أوصيك يا أغلو، إن دارت الحرب لا تتركني في مواجهة أحمد. سأعمل على هذا يا مولاي. 40,000 سيف هم السلطان سليم. أعطني قليلا من الماء. أمرك يا مولاي. ألم تروي ظمأك من دماء المسلمين بعد؟ هل كان عليك أن ترسل جنودك لشق الصفوف وإثارة الفتن؟ كم روحا من أرواح المسلمين أزهقت على يدك وعلى يد كل من يسعى إلى الفتنة؟ ألا تعلم أن دم المسلم على المسلم حرام؟
أمي كفى كفى كفى. منذ طفولتك وأنت تشعر بالسعادة عندما تفصل رأس دميتك عن بدنها، أما آن الأوان ليرتاح سيفك من هذا الظلم؟ أمي إن لم تظلم تظلم. أتريدين مني أن أنكس رايات رفعت من ألف عام؟ إنك تكلمين ولدك وكأنه راع لقطيع من الأغنام. ما يقف أمامك إسماعيل يا خانم، إسماعيل وليس الرضيع الذي يحتمي بطرف ثوبك. ما تتفهمين وظيفة الشاه إسماعيل؟ الشاه إن شاه. ولكن من أين يأتي الفهم وأنت أثنيت عمرك كله مشردة بين سجن وسجن، طارة تركمانية وطارة أرمانية؟ كفى. لم أتعود سماع صوت أعلى من صوتي ولا يدا أعلى من يدي، فقد أخرست كل الأفواه التي خالفتني الرأي لما جئت به من فكر. الله لا يحتاج من يصحح له أيها الصغير. حسبنا الله ونعم الوكيل. رافع، ماذا تفعلين هنا؟ أبحث عن أبي، هل سمعت عنه شيئا؟ سمعت أن إسماعيل قد قدم جائزة ثمينة لمن يمسك به. سيقتلونه يا رافع. اهدأي يا رعد، اهدأي، عدونا واحد. لقد أخذوا أختي مني وأنت أباك، ليس لنا غير أن نتجلد. ولكن لم تقولي لي كيف افترقتما. سأخبرك قصة طويلة يا رافع، قصة طويلة. حسنا، هيا إذن الآن لنجد لنا مكانا آمنا نلجأ إليه وتخبريني ما حدث. هيا. حسنا. حكاية جرح ميرزا خان، يقولون إنه خسر المبارزة أمام فارس عربي. علمت أن مجموعة من الفرسان وقعوا في الأسر،